السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي ناخد مشهد او صورة من قلب برنامج الريفت. هاجي هنا واقول له ان انا عايز اعمل كاميرا، وخليني اخد مثلا الكاميرا خارجية، ادوس هنا وابدأ اسحب بالشكل دوت. طيب الكاميرا بالظاهرة معايا، تمام. طيب خلينا نحاول نيجي هنا في ليفل 1 الاول، واقول له ان انا عايز اظهر الشغل كله. فاجي هنا واقول له ان انا عايز اشوف برو فيو، الغي برو فيو. طيب انا عايز احدد مكان الكاميرا، فاجي هنا هلاقي هي 3 دي فيو 1، تمام. طيب ممكن انا في ليفل 1 اجي هنا وادوس رايت كليك واقول له ان انا شو كاميرا، فيبدا يظهرها لك بالشكل دوت. تقدر تحركها زي ما انت عايز، ده الاتجاه بتاعك وده المكان الرؤية. يعني لو انت واقف هنا يبقى في جزء كبير جدا مش هتشوفه من المشهد، يبقى ناقص بالشكل دوت، تمام. ممكن تبدأ تتحكم فيه أو تكتب انت رقم هنا أو فار كليب أكتف تلغيها، فمعنى كده إن انت هتفضل شايف اللي ما لا نهاية. طيب هنا بلاقي عندي الإي إليفيشن اللي هو المكان العين، فلو أنا طلعت ده مثلا وخليته 10,000 مثلا، تمام، وجيت تبص كده تلاقي نفسك كأنك بتبص من فوق من عين الطائر. ولو انت دخلت في الإليفيشن ودوست على الكاميرا هتلاقي الكاميرا بتبص من فوق لتحت. خلينا بس نلغي الكليب دوت اهوت. لو انا جيت عملت سيلكت هنا وقلت له شو كاميرا، تلاقي الكاميرا واقفة من فوق بتبص لتحت، والعكس لو انا طلعت التارجت إليفيشن. يعني ممكن اقول لا خلي دي 17 وخلي دي هي اللي تبقى 10 متر، تمام. فكده هتبقى العكس، انا تحت وببص لفوق بالشكل ده. فتقدر تتحكم في ايه اللي انت هتشوفه. لو جبت بص كده في ال 3 دي فيو هتبدأ اللقطة معاك تبقى ظاهرة بالشكل ده. ممكن نقول لا خليها الطبيعي. طبعا ممكن في اي لحظة تقول له انا عايز اشوفها كشدت. طيب لو انت عايز تتحرك جوه المشهد في طريقة، بس أنا ما بفضلش صراحة إن أنت تدوس شيفت وتبدأ تتحرك جوه المبنى، لأ، بس هتفلت منك وهتلاقي الحتة دي ما بقتش موازية للخطوط ديت. فعشان تعمل الموضوع ده مظبوط تشغل ديت، تمام. ممكن تلاقي عندك مش كاملة، فتيجي هنا وتقول له أنا عايز الفول نافيجيشن بالشكل دوت. يعني ممكن في مرة مرات تلاقيها لأ هي موجودة هنا مثلا، بعض الأدوات ناقصة، تمام. تضطر انك تقول له لا استخدم لي الاداه كامله، هو بيحملهم دلوقتي. تمام، هتلاقي بعض الادوات اللي تساعدك ان انت تتحرك جوه المشهد بدون اي مشاكل خالص. او هتلاقي عندك زوم، تمام، هتلاقي عندك اداه ووك، بس خليك ماشي براحة خالص في ووك، تمام، لان ساعات بتجري منك. لو انت عايز تتحكم اكتر في حركة المشي هتدوس على السهم الصغير دوت وتدخل في الاوبشن، تمام، وتقدر تتحكم في السرعة بتاعت الاداة بتاعت المشي. وهنا هتلاقي ادوات مساعدة تقدر تختار الادوات اللي انت عايز تشتغل بيها. البيزك ممكن تقول له فيت ويندو بالشكل دوت. طيب انا عايز ارجع للمشهد اللي فات، ممكن اقول له ريويند وارجع للمشهد اللي فات. ممكن اقول له اوربت وابدا الف، تمام. ممكن اقول له انا عايز اعمل بان وابدا احرك بالشكل دوت كان انا ماسك المشهد وبحركه. ممكن اقول له اب اطلع شويه او انزل. خلي بالك ان الاي اليفيشن والتارجت اليفيشن هتحرك معاك. لوك يبقى انت واقف في مكانك بس ايه وبتبص حواليك بالشكل دوت. فتقدر تحدد شكل الكاميرا. هنا سنتر بتحدد ان النقطه هي اللي هتبقى سنتر، مثلا النقطه دي، فلما تيجي تعمل الاوربت هي تبقى تلف حوالين النقطة دي. فتقدر تاخد المشهد أو اللقطة اللي أنت عايزها بالظبط. ممكن تدخل هنا في الريندر سيتنج، يعني قبل ما تعمل ريندر بتبدأ تظبط الإعداد عشان مش كل مرة تعدل. تقول أنا عايز مثلا الميديم عايزها تكون اكستيريور طبعا، ومثلا الصن مع الارتفيشال أو الارتفيشال بس، اللايتنج اللي أنت عايزها، الباك جراوند ممكن تختار صورة أو تختار كلر أو زي ما أنت عايز وهكذا. وهنا دي الإعدادات بتاعة
تفتيح الصورة والهايلايت والشادو وكل الإعدادات. ممكن تشوف موضوع النيو تمبليت، تختار حاجة جاهزة في الإعدادات، إيه اللي يظهر وإيه اللي ميظهرش والفي في والحاجات دي كلها، ممكن تعمل تمبليت خاص بيك وهكذا. طيب خليني دلوقتي هنا في ليفل 1 وعايز آخد مشهد، بس مشهد جوه غرفة من الغرف، فممكن أقول له لأ ده أنا عايز مشهد تاني كاميرا، تمام، وأقول له إن أنا عايز أختار الكاميرا دي. هيبدأ يفتح لك المشهد بالشكل دوت، فبتبدأ طبعا لو عايز تروح للمشهد تاني أو للصورة التانية تدوس من هنا، ما تروحش تعمل واحدة جديدة. تبدأ بقى تختار إذا كان مثلا في حاجة معينة عايز تزود فيها المشهد بالشكل دوت، تمام، وتبدأ بقى تقول له إن أنا عايز أستخدم الأدوات أحسن بيها المشهد اللي أنا عايز أشتغل عليه.